يعطيكم العافية جميعاً. بدنا نبدأ اليوم نشرح عن أهداف الدورة الثالثة، وهي بعنوان Streamlined Approach to Design, Qualification and Validation of Water Purification, Storage and Distribution System in Pharmaceutical and Healthcare Industries. طبعاً هي بتمثل اتباع النهج السليم في عمليات تصميم وتأهيل وحدات معالجة المياه ووحدات التخزين والتوزيع للمياه النقية المستخدمة في الصناعة الدوائية والمؤسسات الصحية. وهي المي ممكن انها تكون بشكل عام زي ما بنسميها purified water, water for injection and pure steam. وزي ما بنعرف ان نوعية المياه في هذه الصناعة هي بتعكس جودة المنتج، لانه المياه هي اللي بنستخدمها للتنظيف وهي اللي بنستخدمها كمواد اولية في المنتج اللي بنسميها starting materials، وهي ايضا المستخدمة في عمليات التعقيم وايضا تستخدم في عمليات التحليل. ولهذا السبب احنا عملنا هذا الكورس نظرا لأهمية المياه في الصناعة الدوائية. عشان هيك خلينا نشوف الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي. وأول هذه الأهداف هو بعنوان Take idea about pharmacopoeia requirements for pharmaceutical water. ويمكننا من خلال هذا الهدف من التعرف على متطلبات المياه المستخدمة بالصناعة الدوائية من قبل دساتير الأدوية المختلفة، مثل دستور الأدوية الأمريكي United States Pharmacopoeia أو الأوروبي European Pharmacopoeia أو الياباني Japanese Pharmacopoeia. وزي ما بنعرف لازم بالبداية نعرف المتطلبات الرقابية كإجراء أولي قبل ما إنه نبدأ نتعرف على باقي المساقات، لأنها هي اللي بتحدد كل المواصفات الخاصة بالمياه المستخدمة، وبالتالي بتكون عندنا الصورة واضحة من البداية. خلاله بتعرف المتدرب على الأمور الفنية والرقابية والواجب اتخاذها بعين الاعتبار عند تصميم وحدة مياه دوائية، بحيث أنه يتم تجنب أي تلوث للوحدة من الخارج أو تلوث الوحدة نفسها بسبب سوء التصميم وعدم اتخاذ الاعتبارات الهندسية والفنية، لأنه زي ما بنعرف أنه وحدة المياه ممكن تتعرض لأي تلوث بسهولة، وخصوصا انها مصنعة بشكل خاص ومختلفة في تصميمها وتأهيلها بين كل مصنع واخر، وعادة بسموها Customized System. الهدف الثالث هون بعنوان Take idea about components, filters, standards and classification for pre-treatment, purification and storage and distribution system. ومن خلاله بناخذ فكرة عن مكونات وحدة المياه وترتيبها بالنسبة للوحدة بشكل كامل، كمان نتعرف أكثر على نوعية الفلاتر المستخدمة، ومش بس هيك كمان بنتعرف على المكونات أو الفلاتر وأجهزة التحكم والمراقبة اللي بسموها instrumentations اللي إحنا محتاجينها للحصول على نوعية مياه مطابقة وبدون ما ندفع تكاليف إضافية ويزيد علينا مشاكل التشغيل، وبالنهاية نتعرض لأسئلة ما إلهاش داعي من قبل المفتشين، وذلك نتيجة وجود خلل أو عدم مطابقة هنا أو هناك. أما الهدف الرابع وهو بعنوان Take idea about welding requirements and incorporation with internal total quality management system. ويشمل هذا الهدف أخذ فكرة شاملة عن متطلبات اللحام الخاصة بالأنابيب، وخاصة الأنابيب اللي بمر فيها الماء النقي أو المياه اللي بتكون جزئيا أو كليا مطابقة للمواصفات. وهذا الموضوع مهم جدا، وكثير من الشركات بتعتبره عمل هندسي بحت طبعا للأسف، وبس تخلص منه بتحطه بالأدراج. ولهذا السبب بدنا نحكي عن المتطلبات الخاصة بعملية اللحام بشكل مفصل، وكيف بنقدر نربطها بنظام الجودة الشاملة اللي بنسميها Total Quality Management System. وبالنهاية لازم نعرف انه عملية اللحام الجيدة هي من اهم الاحتياطات الواجب اخذها بعين الاعتبار عشان نتجنب أي تلوث للمياه أو مشاكل أخرى قد تطرأ عند التشغيل أو مراقبة الوحدة، وخاصة بعد السنة الأولى للتشغيل. خلينا نحكي عن الهدف الخامس وهو بعنوان Take idea about handling qualification and validation activities. وهو يبين كيفية التعامل مع التحقق والتثبتية qualification and validation الخاص بوحدات معالجة المياه، وطبعاً رايحين نشرح فيها كل المراحل اللي بنمر فيها عشان نشتري أو نصمم أو نأهل هذا النظام المهم اللي بمر بالمراحل التالية: User Requirement Specification, Risk Assessment, Design Qualification, Factor Acceptance Test, Site Acceptance Test, Commissioning, Installation Qualification, Operation Qualification وبالنهاية Performance Qualification.
وأيضا رايحين نشرح عن كيفية بناء نظام تقييم المخاطر، وذلك لإجراء عملية التحقق والتأهيل بشكل فعال وسريع. وسيكون هناك أيضا دراسة حالة كيس ستدي عشان نعمل التطبيق العملي خلال فترة التدريب بإذن الله. أما الهدف السابع هو بعنوان Take idea about developing sound alert and action level to keep state of control of water quality attributes and other specifications limits and avoid biofilm formation. مضمون هذا الهدف إنه بدنا نتعرف كيف نختار قيم لإعطاء عملية التنبيه الأولية واللي بنسميها alert limits، وبتعطينا أيضا فكرة كيف نحدد قيم لإعطاء التحذير النهائي وأخذ الإجراء المناسب واللي بنسميها أيضا action and alarm limits. وزي ما بنعرف إنه هاي القيم وخصوصا القيم التحذيرية يتم اقتباسها من بعض الدساتير الدوائية أو المراجع مثل United States Pharmacopoeia, European Pharmacopoeia or Japanese Pharmacopoeia، ولكن يجب أن يتم وضع معايير داخلية قبل تخطي هذه القيم الدستورية اللي بنسميها Pharmacopoeial Limits. وأخيرا عندنا هون الهدف السابع والأخير وهو بعنوان Take Idea about regulatory requirement and expectation، واكيد بدنا نتطرق من خلاله لبعض المتطلبات التشريعيه والرقابيه الخاصه بنظام معالجه وتنقيه المياه، ورايحين نناقش بعض المخالفات اللي اخذوها بعض الشركات الدوائيه من قبل الجهات الرقابيه وفرق التفتيش. وبنكون الان اعطيناكم فكره شامله عن اهداف هاي الدوره، وهيك بنكون استكملنا شرح عن اهداف هذا البرنامج. واخيرا أحب أشكركم على مشاهدة هذا الفيديو اللي حبيت من خلاله إعطاء صورة واضحة عن هاي الدورة، وبتمنى إنها وصلت لكم بطريقة جيدة، وإحنا دائما جاهزين لأي استفسار. وإن شاء الله استنونا لنحكي عن الدورة الرابعة بإذن الله مع عرض آخر بعنوان Streamline Approach for Moist Heat Sterilization Autoclave in Pharmaceutical and Healthcare Industries. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم المهندس مجدي أيوب.